الباب السابع شبكات توزيع المياه الووتر ديستريبيوشن. بعد أن قمنا بعملية معالجة المياه، الآن سنقوم بعملية نقل المياه من الخزانات أو من خزان التجميع إلى خزان التوزيع، وسنتحكم في كمية المياه التي سنقوم بضخها إلى المنازل. أنواع الخزانات اللي بيتم تخزين المياه فيها، في عنا خزانات أرضية تبنى على سطح الأرض أو تحت سطح الأرض من الخرسانة المسلحة، ونركب عليها مضخات لضخ المياه إلى الشبكات، وفي عنا خزانات عالية تبنى على أعمدة برجية في مكان مرتفع. دائما الخزانات سواء كانت خزانات أرضية أو خزانات عالية يجب أن تغطى من أجل منع التلوث بالأتربة والجو المحيط، ومن أجل منع نمو الطحالب في الخزانات بسبب تعرضها لأشعة الشمس بشكل متكرر. عندما نختار موقع لبناء الخزانات العالية يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن ننشئ الخزان على هضبة مرتفعة من حيث التضاريس حتى نقلل من تكلفة إنشاء الأعمدة الحاملة للجدران، وأيضا يجب أن نراعي أن يكون خزان تخزين المياه قريب من المنطقة المراد تغذيتها من أجل أن نقلل من ضياع الطاقة بالاحتكاك وتأمين الضغط المناسب للمستهلك. إذا أنا بدي أوزع المياه في منطقة أبو نصير، يجب أن يكون خزان التوزيع قريب من المنطقة من منطقة أبو نصير حتى تقل فرصة ضياع الاحتكاك أو تأمين الضغط المناسب للمستهلك. في عنا أمور يجب أن أراعيها عند احتساب الارتفاع المناسب للخزانة. أولاً في عنا ضياع، بيكون ضياع في الاحتكاك على طول الأنبوب المغذي للمدينة، وفي عنا 10% للفواقد الموضعية في القطع والمنحنيات والوصلات، ولازم يكون في عنا 5 أمتار ضغط فوق أعلى حنفية في المنطقة المغذاة. أعلى حنفية في المنطقة اللي بقوم في تغذيتها لازم يكون ارتفاعها 5 أمتار، يكون فوقها في 5 أمتار ضغط. هلأ في عنا أنواع الأنابيب المستعملة في شبكات توزيع المياه. موضوع الأنابيب جدا مهم وبيجي عليها أسئلة لما كانت الهندسة الصحية تيجي في امتحان الشامل، كانوا يركزوا على موضوع الأنابيب. شو بيجي أسئلة على الأنابيب؟ مميزات الأنابيب أو سلبياتها، طول الأنبوب وقطرة، وممكن يجي كمان عليها الوصلات أو الطول والقطر للأنبوب. هلأ أنواع الأنابيب المستعملة في شبكات توزيع المياه، أول نوع في عنا الفولاذ المجلفن الجلفنايزد ستيل، في عنا حديد الدكتايل الدكتايل آيرون، حديد السكب الكاست آيرون، والأسبست الأسبستوس سيمنت، الأنابيب اللدنة البي في سي، والأنابيب الخرسانية الكونكريت. كيف أنا بعتمد في اختيار النوع المناسب من هاي الأنابيب؟ بيعتمد على مكان الخط في الشبكة، هل هذا الخط جاري بفعل الجاذبية أم مضغوط، أم هو خط فرعي أم خط رئيسي. أيضا خصائص المياه المتدفقة، المياه المتدفقة خلال هذه الأنابيب، هل نسبة الكلور فيها عالية أو مثلا رقم الحمض الهيدروجيني. أيضا خصائص التربة والطرق التي تمر بها الأنابيب، مثلا نسبة الملوحة، نسبة الكبريتات في هذه التربة. أنا بستعمل الأنابيب لحتى أنقل المياه من محطة التنقية لخزان التوزيع، وثم من الخزان إلى المستهلك. وأيضا يجب أن أراعي أنا كمهندس التكاليف واختيار الوسيلة الأأمن بأقل تكلفة ممكنة. خلينا نشوف هلأ خصائص كل صنف من هذه الأنابيب. نحن نأخذ هلأ عن الفولاذ المجلفن وحديد الدكتايل. في البداية هاي الأنابيب تمتاز بتحملها للضغوط العالية وخفة وزنها وقوتها الإنشائية، تستعمل
لمقاومة تأثير المطرقة المائية، سنتحدث عنها في نهاية المحاضرة. أما سلبيات الأنابيب الفولاذية، في البداية كانوا يستخدموا الأنابيب الفولاذية، ولكن لوحظ أن الأنابيب الفولاذية تتأثر بالتربة إذا ما تم تمديدها مكشوفة تحت سطح التربة، لأن مقاومتها للتآكل ليست طويلة الأمد. فتم استخدام الأنابيب الفولاذية المجلفنة، تم تحسين الأنابيب الفولاذية لتصبح مجلفنة، ويتم توصيل الأنابيب المجلفنة بالتسنين للثريدينج، ويراعى أن يتم اختيار الأنابيب ذات الوزن المتوسط أو الثقيل. في عندنا ثلاث درجات تنتجها المصانع من حيث الوزن: خفيف أو متوسط أو الثقيل، وأفضل نوع منهم هو الوزن المتوسط. في عنا الأنابيب التي تصنع من الدكتايل آيرون أو الحديد الدكتايل. هذه الأنابيب إذا كانت تتجاوز قطرها 4 بوصات فيتم استعمالها من حديد الدكتايل، ويتم عمل وصلاته. كيف بوصل الأنابيب في حديد الدكتايل؟ بواسطة وصلات ميكانيكية خاصة. ويمكن أيضا توصيل الأنابيب الفولاذية باللحام. الأنابيب الفولاذية بيتم توصيلها باللحام، ولكن يجب وقاية اللحام بدهان مقاوم للصدى. النوع الرابع، حكينا عن الأنابيب الفولاذية والأنابيب الفولاذية المجلفنة وحديد الدكتايل. النوع الرابع هي أنابيب حديد السكب، تمتاز بالديمومة ومقاومتها للتآكل، وكلفتها تعتبر قليلة، ولكنها تصنع بأطوال قصيرة من 2 ل3 أمتار، وعادة تكون خشنة بسبب طريقة التصنيع. كيف بتم توصيل وصلات أنابيب حديد السكب؟ عن طريق التدكيك بالرصاص بين رأس وذيل كل أنبوبة. في عنا أنابيب الأسبست اللي هي الأسبستوس سيمنت، تصنع من خليط من الأسمنت وألياف الأسبست بنسبة 1:7، كل واحد من الإسمنت يعادل 7 أضعاف من ألياف الإسبست، وأقطارها تصل إلى 120 سنتيمتر قطر. أنا عم بحكي عن قطر، إذا نوعا ما تعتبر أنابيب الإسبست أنابيب ضخمة. كيف بتم وصلها؟ بواسطة وصلات الركة باستعمال نفس المادة وحلقتي مطاط على نهاية كل من الأنبوبين الموصولين، بعدين بعبي الحلقات المطاطية بمادة البيتيومين أو بمونة الإسمنت والرمل. هلأ ميزات أنابيب الإسبست، أنها مقاومتها للتآكل، وبخاصة تتحمل التآكل الموجود في التربة من أملاح أو في الأملاح الموجودة في المياه الجوفية، وتصنع بأطوال من 3 إلى 5 أمتار، فبالتالي تقل عدد الوصلات، وأيضا هي سهلة القطع، يمكن أن يتم قطعها بالمنشار اليدوي العادي، وسهلة الثقب، وممكن أعمل فيها وصلات فرعية. ولكن فيها سلبية، أنها سهلة الكسر وقوتها الإنشائية محدودة. أما وصلاتها فتكون مرنة وتتحمل قدرا من الحركة الاضطرارية. النوع قبل الأخير عندنا الأنابيب اللدنة أو البي في سي. هذه الأنابيب لها أصناف متعددة وسماكات متباينة، ومنها ما يصلح لتحمل ضغوط خطوط المياه. تتميز بنفس ميزات أنابيب الإسبست بالإضافة إلى خفة وزنها وسهولة توصيلها. كيف بتم وصلها؟ بواسطة اللاصق الخاص السولفنت سيمنت، وكذلك تمتاز بطواعيتها للثني. النوع الأخير من أنواع الأنابيب هي الأنابيب الخرسانية، بتم استعمالها في المقاطع الكبيرة. إذا كان يجب استخدام مقاطع كبيرة بلجأ للأنابيب الخرسانية، تمتاز بمقاومتها للضغط الخارجي، ولكن من عيوبها ممكن أن يحصل فيها تسريب بسبب الوصلات، يعني بين الوصلات يحصل عملية تسريب، وصعوبة أيضا وصل هذه الأنابيب مع بعضها البعض وثقل أوزانها، لأن الأنابيب الخرسانية بتكون طبقة من الخرسانة.
جميع هذه الأنابيب يوجد لكل نوع منها صورة على المنصة، بإمكانك فتح الصور ومشاهدة أنواع الأنابيب. سنأخذ الآن عن طريقة تمديد الأنابيب، كيف تمدد أنابيب الشبكات؟ في عنا أكثر من طريقة لتمديد الشبكات، ممكن إنها تكون هذه الأنابيب ضمن أنفاق أو عبارات خاصة أو تحت سطح الأرض. لما تكون الأنابيب تحت سطح الأرض، يجب أن أؤمن لها غطاء ترابي فوق الأنبوب لا يقل عن 60 سنتيمتر في الأراضي المكشوفة و100 سنتيمتر عبر الشوارع. ليش يتم استخدام الغطاء الترابي فوق الأنابيب؟ من أجل حماية الأنابيب من تأثير الأثقال الحية التي تمر فوقها، ومن أجل حمايتها من التعرض للكسر، وحمايتها من عوامل التقلص والتمدد، وبخاصة ضد الانجماد. الآن موضوع هو الديزاين اوف ووتر نتوركس، تصميم الشبكات. في عنا ثلاثة أنظمة يتم اتباعها لتصميم شبكات المياه. في عنا النظام الشجري والنظام الدائري والنظام الشطرنجي. سنتحدث عن كل نوع على حدة، نعرف سلبيات ومميزات كل نوع. النظام الشجري عبارة عن أنبوب رئيسي مين تيوب يتفرع منه أنابيب فرعية تمتد في الشوارع. يقل قياس الخط الرئيسي كلما ابتعد عن مصدر التغذية. المشكلة إنه كل ما ابتعدنا عن خزان التغذية يقل الضغط في هذه الأنابيب، ومن مساوئها إذا صار في عندي أي عطل في هذا النظام فأنا أضطر إلى غلق جريان الماء عن الشبكة بكاملها، والضغوط تتباين حيث تقل كلما ابتعدت المسافة عن مصدر التغذية. النظام الشجري، في عندي الأنبوب رئيسي، هذا الأنبوب الرئيسي يغذي أنابيب فرعية في الشارع، كلما ابتعدت عن مصدر التغذية يقل الضغط عندي، وبالتالي يقل التدفق خلال الأنابيب. النظام الثاني بسميه النظام الدائري. النظام الدائري بيكون على شكل حلقات. شو فائدة هذه الحلقات؟ بيكون التدفق أو الضغط في التوزيع متساوي خلال هذه الحلقة، وممكن أني أعزل مناطق محددة في حال حصل عندي عطل وأقوم بإصلاحه. بيكون في عندي مواقع للمحابس عند تصميم الشبكة. أي عندنا النظام الدائري، هذا بسميه الخط الرئيسي الخط الثابت، هذا الخط المنقط زي خط السنتر لاين بسميه خط مساعد، والخط المتقطع بسميه الخط الفرعي. إذن الشبكة تتكون من خط رئيسي، خط مساعد، وخط فرعي، وأيضا محابس موزعة على امتداد الشبكة. الشبكة على شكل حلقات، الضغط متساوي على امتداد الحلقة. في حال حصل عطل في حلقة معينة، يتم غلق الماء عن هذه الحلقة عن طريق المحابس وإصلاح العطل الحاصل فيها. النظام الثالث من أنواع الشبكات، خلال تصميم الشبكات بستخدم النظام الشطرنجي. هذا النظام بيكون عبارة عن مستطيل أو مستطيلات ومربعات متعامدة، وأيضا ممكن أني أعمل حلقات. هذا النظام الشطرنجي بيكون عبارة عن مستطيلات ومربعات متعامدة ومحابس، وفي عنا عدة اعتبارات في النظام الشطرنجي. بحكي لنا إنه في عنا طريقة هاردي كروسن أو هاردي كروس. هذا العالم حكى لنا إنه درس التدفق اللازم لكل خط من الخطوط حسب قيم الاستهلاك، درس
التدفق في كل خط من الخطوط. وحكالنا هاردي كروس إنه كمية المياه الواصلة إلى تقاطع معين من الشبكة تساوي كمية المياه التي تترك التقاطع. في عنا النظام الشطرنجي، لو حكينا كمية المياه اللي بدها تدخل من الخط هاد وتوصل للتقاطع هاد اللي عنا، فبيحكي لنا هاردي كروس كمية المياه الواصلة إلى هذا التقاطع تساوي كمية المياه الخارجة منه، أي أنه لا يحصل عندي ضياع في التدفق خلال هذا النظام. وأيضا الفاقد في الضغط بين نقطتين عقدتين من الشبكة هو نفسه مهما تغير المسار الذي تسلكه المياه من إحدى النقطتين إلى الأخرى. لو كانت المياه ستنتقل من النقطة هاي إلى النقطة هاي، إذا سلكت المياه هذا المسار فإن الفاقد في الضغط هو نفسه لو سلكت المياه المسار هذا، فمهما اختلف المسار الذي تسلكه المياه للوصول من نقطة إلى نقطة فالفاقد في الضغط هو نفسه عند انتقال المياه من نقطة إلى نقطة أخرى. في عنا هون مقاسات للخطوط. إذا كانت الخطوط الفرعية فيجب أن يكون أقطارها من 2 إلى 4 إنش، أما الخطوط الرئيسية والمساعدة فتكون من 4 إلى 12 إنش أو أكثر. ولخدمة أغراض الحريق يجب أن لا يقل مقاس الخط المغذي عن 6 بوصات. هلأ في عنا هون جدول ببين لي مقاس كل أنبوب والتدفق خلال الأنبوب. إذا كان الأنبوب 2 بوصة فيكون التدفق 2 لتر لكل ثانية، والأنبوب 3 بوصة يكون التدفق 7 لتر لكل ثانية، أنبوب 4 بوصة التدفق 10 لتر لكل ثانية، وأنبوب 6 بوصة التدفق 25 لتر لكل ثانية، أنبوب 8 بوصة التدفق 40، وأنبوب 10 بوصة التدفق 60، وأنبوب 12 بوصة التدفق 85. هلأ هذا الجدول مش حفظ، ولكن مهم نعرف إنه كلما زادت مساحة المقطع في الأنبوب يزداد التدفق بشرط أن تثبت السرعة. هلأ في عنا مواصفات للضغط اللي بيمر خلال الأنابيب، وفي عنا وحدات قياس بتم استخدامها لقياس الضغط وهو ارتفاع عمود الماء بالمتر ويعادل ضغطا قدره 1/10 كيلوغرام لكل سنتيمتر مربع ويساوي 1.4 باوند لكل بوصة مربعة. يشترط في المواصفات أن لا يقل الضغط في الأنابيب الفرعية التي تغذي المباني عن 25 متر، ضبطها إذا ما كانت واضحة عندك، 25 متر الضغط لا يقل في الأنابيب الفرعية عن 25 متر وأن لا يزيد عن 75 متر. هلأ حسب التحليل التالي، لو إجينا أخذنا تحليل نعرف من وين إجت 25 متر. لو حكينا إنه هاي الأنابيب الفرعية بدها تغذي مبنى مكون من 4 طوابق وهو متوسط عدد الطوابق في مباني الأردن، وإيصال الماء إلى الخزان فهذا يحتاج إلى 15 متر. ولو حكينا الضغط فوق أعلى مأخذ، حكينا فوق أعلى حنفية، يجب يكون في عنا ضغط 5 أمتار. وفي عنا كمان فاقد الاحتكاك في الأنابيب والقطع يعادل 5 أمتار، فيساوي عنا مجموع الضغط 25 متر. أنا بتعامل في الضغط كارتفاع عمود ماء بالمتر. 25 متر، المتر الواحد يعادل ضغط قيمته 1/10 كيلوغرام لكل سنتيمتر مربع. هاي أقل قيمة 25 متر، وأعلى قيمة 75 متر. إذا زادت عن 75 متر يحصل عندي تلف في الأنابيب بسبب قوة الضغط. عند فوهة الحريق يجب أن لا يقل الضغط عن 45 متر
أي ما يعادل 60 باوند لكل بوصة مربعة، ولكن ارتفاع ضغط 45 متر يعتبر مكلف من حيث تصميم الشبكة وصيانتها، فيفضل أن يتم التصميم لضغط 40 باوند لكل بوصة مربعة أي ما يعادل 30 متر. تحدثنا عن نقطة أسميناها المطرقة المائية الووتر هامر. ما هي المطرقة المائية؟ المطرقة المائية هي تذبذب الضغط الوقتي المفاجئ. يحدث عندي خلال الأنابيب اختلاف في قيم الضغط، وهذا الاختلاف يكون مفاجئ ووقتي، يحصل بوقت مفاجئ وخلال وقت قصير. وهذا التذبذب في الضغط يحصل في الأنابيب، بالإضافة أيضا إلى الضغط الاستاتيكي الموجود فيها. متى يحصل الاختلاف في الضغط أو التذبذب في الضغط؟ ممكن عندما يقفل أحد المحابس دفعة واحدة، أو عندما تبدأ تشغيل المضخة، يا إما تقل قيمة الضغط فجأة أو تزداد قيمة الضغط فجأة في الأنابيب، مما يؤدي إلى توليد ضغط كبير داخل الأنابيب على شكل موجات ضغط وتذبذبات. هذه الموجات والتذبذبات تؤدي إلى اهتزاز في الأنابيب والوصلات، مما يؤدي إلى تلفها أو تشققها أو انفجار الأنابيب. كيف بدي أعالج أو أمتص المطرقة المائية أو أتجنب أضرارها؟ يركب على هذه الخطوط صمامات تنفيس أو صهاريج تمور، أو تستعمل الصمامات بطيئة الغلق من أجل تجنب أضرار المطرقة المائية. الصمامات هي عبارة عن وصلات توضع على خطوط الشبكة وفي محطات الضخ وعلى الخطوط الفرعية. ليش بحط الصمامات؟ حتى أتحكم في سير المياه أو للتحكم في الضغط. في عنا عدة أنواع من الصمامات. عنا صمام الحجز، هذا الصمام أستخدمه للتحكم في سير المياه في الأجزاء المختلفة، ولما بدي أحجز المياه عن الأماكن اللي بتم الإصلاح فيها. الصمام المرتد non-return valve يستخدم لمنع ارتداد الماء في اتجاه معاكس لسير المياه. إذا أنا بدي الماء يرتد في هذا الاتجاه، بركب صمام مرتد ليمنع الماء من السير في الاتجاه المعاكس. متى بركبه؟ بعد العداد أو المضخة، ويركب خلفه، خلف الصمام المرتد بركب خلفه صمام حجز. ليش؟ عشان إذا خرب الصمام المرتد أحجز الماء بصمام الحجز وأعالج الصمام المرتد. في عنا صمام بسميه صمام تنفيس الهواء الـ Air Relief Valve، لتصريف فقاعات الهواء المتجمعة عند النقاط المرتفعة. في النقاط المرتفعة يحصل عندي تجمع للهواء بسبب نقص التصرف، فبركب صمام عشان ينفس الهواء في المناطق هناك. عندنا صمام التنظيف وصمام الغسيل، هي نفس فكرة صمام الحجز، تركب في أخفض نقطة من أجل التفريغ والتنظيف. صمام العوامة يركب على مدخل حوض التخزين عند أعلى حوض التخزين. كيف مبدأ عمله؟ يقفل ويفتح تبعا لحركة العوامة. عندما تعوم العوامة على السطح يقفل، وعندما تنزل للأسفل يفتح من أجل حفظ منسوب الماء في الحوض ثابت. وفي عندنا صمام بسميه صمام الحريق الفاير هايدرنت، صمام خاص يركب في منهل خرساني أو في علبة خاصة على زوايا الشوارع، أبعاد من 100 ل 150 متر وقطره 2.5 بوصة، ويركب على خط ماء لا يقل قطره عن 6 بوصات، وبتم حفظه واستخدامه أثناء الحريق.
وعندنا صمام تخفيض الضغط لتخفيض الضغط في الأنابيب حتى لا تصل إلى درجة قد يتسبب عنها كسر الأنبوب، وبخاصة لما أتصل في شبكات مياه ذات ضغط عالي بشبكات مياه ذات ضغط منخفض. عداد فينتوري ميتر حكينا وأخذنا عنه أمثلة إذا بتتذكروا. هذا العداد يستخدم لقياس حجم التدفق على خطوط الشبكات الرئيسية وعلى خطوط الضخ. قطع وصل الأنابيب الفيتينجز، في عنا قطع أو وصلات بتوصل الأنابيب ببعضها البعض على شكل أشكال مختلفة. في عنا أكواع الإلبوز، وعنا المشتركات الجنكشنز، وعنا المسلوب النقاصة التيبر، وصلات التمدد الإكسبانشن جوينتس. الأكواع تركب في أماكن تغيير الاتجاه، لما بدي أغير الاتجاه من اليمين للشمال أو من الأسفل للأعلى تكون إما على درجة قائمة 90 درجة أو على 45 درجة أو على 22.5 درجة. وفي عندنا المشتركات تكون على شكل مصلب زائد أو متعامد على هذا الشكل، أو على شكل تي أو على شكل واي عشان أعمل تفريعات في الأنابيب. وفي عنا النقاصة، لما بدي أوصل بين أنبوبين بقطرين مختلفين بستخدم النقاصة حتى توصل الأقطار ببعض. وفي عنا وصلات التمدد تعمل بوصلات ميكانيكية من مرابط وحلقات مطاطية. هذا كل ما يتعلق بالباب السابع.